كرم شاب فلسطيني مهدد بالقتل من أحد ضباط مخابرات الاحتلال. لم يعد حال الشاب أو عيش أيامه كما المعتاد. أنا راح أشوفك أقطع رصاد. وين أنت ساكن؟ تقطع راسي؟ وين أنت ساكن؟ دور عليه فجر فلسطين تقطع راسي. فيش أي مشكلة، أنا بوعدك وعد شرف، أنت مش راح تنسى هذه الليلة. إذا أنت مش راح جاي خلال 10 دقائق بوعدك وعد شرف. كرم يخشى أن يقوم الاحتلال بقتله أو اعتقاله أو التنكيل به في أي لحظة، وذلك بعد أن رفض طلب ضابط الاحتلال حضوره فجر أمس لفتح محله التجاري. كلك تعال اطلع على المحل افتح لي اياه في الساعة من هاي مختلف الليل، شو بدك بدي اطلع له في الليل؟ وانت عارف الوضع الجيش في هاي الايام، اي واحد بيرن عليه، اي واحد بلكوه اصلا في الشارع بيطق عليه، واحد يجي يقول لي تعال اطلع الساعة 4 في الليل افتح لي المحل بدي اشوفك بدي افتش بدي اهد بدي اسوي، وبيهدد فيه بقول لك بدي اقطع راسك وابصر شو، شو بدي اطلع له؟ وين فين الثقة اني اطلع له؟ الشاب الفلسطيني يرى أنه لم يشكل أدنى خطورة على قوات الاحتلال يستدعي هذا التهديد، وربما لو حضر إلى المكان حسب رأيه لكان ما هو أسوأ في ظل الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الاحتلال على الحواجز والطرقات، والشواهد على ذلك كثيرة. بسبب ضغط نفسي لكل يعني شخص فلسطيني في فلسطين، ليليتها ما نمتش أصلا، واليومين ثلاث ما بنامش في الليل، أنت بتعرف الوضع. يعني بتتوقع واحد مكالمة زي هاي جايتك من جيش إسرائيل، بتتوقع أي يعني اعتقال ضرب إهانة شو ما يصير، يعني مش من حاكم إنه يصير هذا الإشي أصلا. يعني لو بده يجي يعتقلني عشو شو التهمة؟ لو بده يجي يضربني شو التهمة؟ أنت رن علي، أنا بعرف إن الجيش يعني إذا بده يجي الجيش عليك بيجيش على مغسلة، بيجيش على محل، بيجي على دارك بيعتقلك بيقول لك بدوخذك على محلك فتشة، هيد ممكن، أما يجي عليك من باب للطاقة إنا باب محلك تعفتح المحل فتشة مستحيل، يعني مستحيل أطلع له. لو رند علي رن أخرى مرة مستحيل أطلع له. تنكيل الاحتلال بشعبنا يتخذ أشكالا وأساليب متعددة يستحدثها الاحتلال طالت محاربة الفلسطيني في قوته ومحل رزقه. هددني في الكتل بكل بدك تقطع راسك، في ساعة زي هاي الواحد بخاف على حاله، بعدين انت بتعرف نطلع الصبحيات على الشغل من روح المغربيات لا لنا في حدا ولا حدا إلا فينا، يعني نهتمش نفس السياسة ولا في شيء، وبعدين بكيت خايف من انه يجي يعني يهددني، لانه برضه قال لي بدي اياك تيجي لحالك على المغسله، ما طلبش مني اي حدا، قلت له بدي اجي انا وابوي، قال لي ممنوع تيجي انت وابوك، لازم تيجي لحالك على المغسله. وليست هذه المره الاولى التي يقوم فيها ضباط من الاحتلال بالاتصال على الشبان الفلسطينيين، اما لتسليم انفسهم للاحتلال او اجبارهم على فتح محالهم التجاريه او ابتزازهم واستغلالهم بابشع الاشكال، وهو ما يرفضه الشارع الفلسطيني. وحال الشاب كرم انعكاس لدناءة الاحتلال من جانب، ونموذج للشاب الفلسطيني الرافض لاملاءات الاحتلال. فكن مثل كرم. علي دار علي، تلفزيون فلسطين.